أنا عارف وسامع الانتقادات اللي يبديها المواطن عن حق بأن ربما النية حسنة ولكن التطبيق في الميدان ناقص، سواء من السلطة المحلية أو من بعض قطاعات في الحكومة. أنا اللي سامع النداء نتاعك، ولذا قررت أن على 48 ساعة أقصاها يكون فيه تعديل حكومي سأعلن عليه غدا أو بعد غد، يشمل القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر احنا كذلك بنقص في تأديتها لمهامها وفي حل مشاكل المواطن.